أيها المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن نقدم أمامكم خطابة قصصية صغيرة في هذه الفرصة الذهبية. هذه واقعة مؤلمة التي جرت في وطننا الهند قبل سنة، واسم قصتي ثقل الحب. دعوتك يا من يجيب الدعاء، ويا من له يسجد الأقبياء، ويا من برحمته أستجي ليرفع عني اللذى والبلاء. دعوتك يا من يجيب الدعاء، ويا من له يسجد الأقبياء. عيشتنا في الخير والسعادة، نعيش في هذه الأرض مع الفرح والسرور. تربتنا مملوءة بأديان مختلفة وأفكار متنوعة وطقوس شتى، بل التسامح والأخوة شيمة هذه البلدة. هنا يجد البائس الطمأنة والتسكين، ويحصل المظلم على بقاية والحماية. بيننا أصحاب المساعدة والنسو، الاتفاق والأخوة الدينية هي أمور تقودنا إلى حياة السعادة. نعيش هنا كأبناء أب وأم، نحمد الله ونشكر على نعمه التي لا تحصى ولا تعد. بلدتي يا بلدتي خير النعيم، أنت نعيمة من رب العالمين. بلدتي يا بلدتي خير النعيم، أنت نعيمة من رب العالمين. اتحاد انسجام بين دين ومن خصائص شعوب بلدتي، اتحاد انسجام بين دين ومن خصائص شعوب بلدتي. بلدتي يا بلدتي خير النعيم، أنت نعيمة من رب العالمين. أطلب قلوبكم إلى منطقة كلاهند التي هي منطقة متخلفة في ولاية أوديسا. هناك قرية جميلة، هذه هي قرية ذاناماج. أسرته صغيرة وزوجته أمام، وهي ربة البيت. لهما ابنة في سن المراهقة. يوما كان ماجي راجعا إلى بيته بعد الشغل، بينما هو يمشي في الطريق سمع ضوضاء الناس. هذه من بيتي؟ صيحتنا عالية. نعم هناك شلة. يا الله، ماذا حدث هناك؟ زوجتي وبنتي، خلصنا يا الله. أسرع إلى بيته خائفا، فإذا زوجته أمامه وهي تبكي بكاء شديدا. بجانبها تجلس ابنته وهي ترتعش بالخوف والقلق. دنا إلى زوجته الحبيبة فسأل مرتجفة شفته: يا حبيبتي، ما حل عليك؟ ما كنت غادرت البيت فأنت صحيحة حين، ماذا وقع لك؟ لم تجب أماغ شيئا وهي تبكي بكاء شديدا. حبي تشعر حزنا عظيما، تسيل الدموع تفيض الدماء، تسيل الدموع تفيض الدماء، تبكي بكاء شديدا. حبي تشعر حزنا عظيما. وبعد تقول بصوت منخفض: صدري يؤلمني، علي ألم شديد يا عزيزي، لا أستطيع التحمل. لا تحزن يا عزيزتي، نروح إلى المستشفى. خرجوا إلى المستشفى المدينة. بعد رحلة طويلة وصلوا إلى المستشفى. يفحص الطبيب زوجة ماجي وهي تاعبة وضعيفة. بعد التفتيش الحادقة أكد الأطباء وهي مصابة بمرض السل الرئوي. فجأة أدخلت إلى وحدة العناية المركزة، وفي مرحلة الأولى
ردت للدواء والعلاج فعالية. ولكن بعد أيام ارتحلت إلى جوار ربها. فقد الفؤاد والأمان الحياة، يتمت اللبينة تبعها الأحزان، زالت شقيقة ونال الأمل، ضاع الذي كسب طوال حياة. بعد الأحلات احتوى على هذه الحقيقة، ارتحلت من الدنيا أبدا، ثم اشتغل لنقل جثتي من المستشفى، ولكن ليس لديه ثمن لأجرة سيارة إسعاف، فتوسل إليه: زوجتي قد زالت، وابنتي تعبانة، أنا فقير، ليس لديه ثمن لأجرة سيارة إسعاف، ساعدني ساعدني لنقل جثة زوجتي. بل رفضوه جميعا بغير مروءة ولا إنسانية. بعد انتلاء ليوم واحد قرر أن يحمل جثة زوجتي على كتفه إلى بلدتهم التي مسافة 60 كيلومتر. لقد حمل رجل على الكتف جثة، فصاحبته بنت التي بعد 10. لقد حمل رجل على الكتف جثة، فصاحبته بنت التي بعد 10. حنى الثقل ظهر رجل تعبا وشدا، لقد راه رجل والناس على السور، لقد راح رجل والناس على السور. لقد حمل رجل على الكتف جثة، فصاحبته بنت التي بعد 10. قد شاهد كثيرا من الرجال والنساء هذه الرحلة المؤسفة، بل لم يعتبروا ولم يلتفتوا نحو هذه الأسرة البائسة. معظمهم شارك الصور عبر فيسبوك، ونقلوا قصة ماجي فكاهة عبر واتساب، نشر البث سبل شبكة مسكرة، نشر البث سبل شبكة مسكرة، نقل الصور عبر الوصيل نزهة، نقل الصور عبر الوصيل نزهة، نشر البث سبل شبكة مسكرة. وأخيرا شاهدهم صحفي محلي له قلب سليم حزن على حالهم، فجأة نقل الأمر إلى السلطة. بعد الأحلات وجدوا سيارة مجانا لنقل جثتها إلى بيتهم. أمام الحزن والأسى لم ينسى ماجي أن يشكر هذا الرجل الناشئ. نعم يا إخوة، بمكالمة واحدة نستطيع أن نساعد البؤساء، أو بكلمة واحدة نمكن أن نمسح دموع الأبرياء كما فعل هذا الصحفي الرشيد. طبعا علينا أن نستيقظ من سكر وسائل التواصل الاجتماعي، ونبذل أوقاتنا لترقية الضعفاء والمساكين، وإلا نوقع في زمرة الفاشل في الدارين. نخدم خير الفقراء، نمسه دمع البؤساء، نخدم خير الفقراء، نمسه دمع البؤساء، نشعر حب الإخوان، نخدم خير الفقراء. وعلى هذا أختتم خطابتي، شكرا لسماحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.